بزونه اطود واحد حدهم بزونه شالعه قلبهم بالمطبخ يلقوها بالامه يلقوها شالها قال لا لا ابو الخلفوت باب لزقها بالباب فتح الباب العصر لقاها بالباب قالها اوكي خلاها بعلاقه شو مره وين راس الشارع رجع للبيت لقاها واقفه بالباب مياو قال وين سوي شو مرتها قال المره طين السويتش شغل السياره شو مره وين بناهه القطاع رجع للبيت لقاها بالقراج مياو قال اوكي شغل السياره خلى البزونه وراح صحراء الغربيه شو مره بالصحراء حرك سياره خابر على مرته قالها قليش البزونه وين قالت له هاي بالباب قال ما تطيني هالدليني شو تيهت ذول الثلاثه طافين كلش طافين مشغلين خالد يشرد مو خالد يشرد طافين في الدنيا حاره تقتلوا بتموز قال اخي شوي شوي برد شوي برد قال خلني اتخيل يا اخي مطر واحس برا قال عشان قال رعيد رعيد هذا ثاني سوى قال عشان قال مطر ثالث ركب قال وين قال الملابس بالسطح لا تتبلل هذا واحد بالخارج امه مره كبيره وارمله خابرته هاي امه شلونك شلون عافيتك قال يا امه انا جايكم ان شاء الله بهذا العيد بعيد وحيه قالت له يمي نكون هلا بك مفروش لك الدرب ورد قال يا امه ايش قويها قال يا امه تريدين اجيب لك موبايل لو رجال قالت له يا امه وينك وشبكه صوتي قطع تريدين اجيب لك المرة تريد الهزلمة هذول ثلاثة راحوا للغابة يصيدون طافين كلش واحد ايش قال؟ قال لي انا راح اجيب لك اثنين ارانب واجي راح جاب له اثنين ارانب ثاني ايش قال له؟ قال شنو ارانب؟ عم بصيك كذي صغيرونه راح اجيب اثنين غزلان واجي راح جاب اثنين غزلان واجي حكى قاعد قال شو ذول هذا؟ شنو ارنب شنو غزلان؟ راح اجيب لكم اثنين نموره واجي نمر اثنين اجيب لكم قالوا له دقت وين مقابع عليك؟ راح لقى نمر قاعد مو ما تتبن جاء سوى ليش النمر قام عليه قوم ركض هذا حتشو فات على جماعته قال مو ليش مو استجيب الثاني قال واحد قاعد يم واحد فسأله مزير سأل واحد قاعد مثقف قال له اقول لك عن انك ما تحدد انا واحد قال له شنو قال النجوم بالليل أكثر من النجوم مال الطيف لو النجوم الطيف أكثر من الشتاء هذا مديد هنا قال له الصيف نجوم قال له النجوم الصيف أكثر من الشتاء بهالقد ضربها بالش اسمه طلعت بالنت صحيح مضبوط أمين قالت له زين تقدر تطين الشعر بالرجل مال القرنت قال له الشعر بالرجل مال القرنت طال عدد طلعها طلع صح قال له زين الأسرة مال معركة بدر كم واحد أطلع بيهم؟ قال الأسرة مال معركة بدر كم واحد أطلع بيهم؟ الطال عدل قال خاطر ربك ما تقول لي خشمك كم دقيقة؟ هذا واحد راد يتزوج بس هو خجول كلش لا عنده علاقة ما عندك واحد يودينا فاصل؟ دوقف هسه فاصل ورا هاي ورا الزواج ها ابو حسون خجول من ذول هيك يمه مره كلش يعني فقال قال لها يمه اريد اتزوج قالت له يمه عندك صاحبتك شيء قال منين انا صاحبه وانا طالع باب الحوش من ذول هيك اي قالت له زين احنا عندنا عرس مال بيت فلانه لبس لك عبايه وتمكيج تعال شوف لك وحده من البنات تقول اريدها قال لها متمكيج ولبس عبايه وهاي وراح ويا الحبايب هو شاف له وحده خيل عليها راح قال اقول لك انا ترى ولد مو بنيه تزوجيني ايش قال له قال اسكت انا جعفر صديقك طلع جعفر امير الجمره لا انا بد واحد لقى قطعه وسهم اذا حبيت تعرف سر بقبق ادخل المطعم دخل المطعم قال له جابوا له لفه همبرجر فتح اللفه لقى ورقه إذا حبيت تعرف سر بقبق اخرج من المطعم طلع من المطعم لقى واحد قال له
تريد تعرف سربقبق؟ قالت روح ذاك البيت. راح دق الباب، طلع على واحد قال له اذا تريد تعرف سربقبق اصعد بالطياره. صعد بالطياره جت المضيفه قالت له اذا حبيت تعرف سربقبق طيح بالبحر. طاح بالبحر لقى ورقه. اذا حبيت تعرف سربقبق تلقى ذن البطلين افتح بطل بورقه. لقى بطلين فتح بالورقه، قال اذا حبيت تعرف سربقبق افتح البطل الفارغ. فتح الفارغ البطل سوى بق 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 بق. لا لا موقف حقيقي طبعا. اكو ولد عندنا صديقنا الف رحمه وروحه فاضل ابو عباس خسرناه الحمد لله والشكر، ما يصيرون عنده ولد باسل ابد، كل ما يصير عنده طفل يبشر تبشر الجده مبروك صار عندك ولد ما يموت. خطيه والله، هذا مو نكته. ياخذه يدفنه، واحد ثاني مات، ثالث لا تقول اخذ رقم الدفان تحبل مرته يقول له تعال استلم. ماكو بس يعرف عنده ولد يخابره يقول له ترى اليوم مرت تجيب ولد، مو بالسونار تعرف احفر لي. ذاك اليوم جابت مرته ولد، خابر الدفان قال له اخوي محضر، قال له شنو ميت كم كبير؟ قال له لا ابني، قال له اي جاي دفنه اخذها هو يدفن هذا. قالت هذا كاتا شنو مرتك عليها تابعه ما يصير سته سبعه صاروا. قال له شو سوى هذا حظي كمل مد ايده الله يرحمه فاضل طلع فلوسه يجي يطير الدفان. قال له لا صدق كذب عم انت صرت مع مين؟ هذا علي ليش على هاي مطلوبة، هاي مطلوبة كنكتة مطلوبة مليونين الأربع. يوم من الأيام المايع عبود زيارة يبيع فلافل. شفت على المايع تباعوا عليه. هذا كانت النكتة طلبت من عندي مال مايع. فهذا أول مرة حكيت قبل شوية قلت لك واحد وتباعوا عليه. هسه قلت لك في يومك واحد مايع ايش تخسر؟ يا عمو عزيز هذا والنعم والنعم. المهم هذا هيج راح اباوع. عبود زيارة يبيع فلافل. الفلافل حل حرقك الفلافل خلي بيعتك. جاء المايع قال له هلا عمو هلا بالاخت. قال له عمو لفه مشكل خلاه له. هذا واقف يم العربانه ياكل عربان هذول الناس يبيعون. اكل اول لقمه شنو هاي؟ شو ولا فلفله؟ يا رب يجوز الثاني راح تجي ورا اللقمه الثانيه ورا البوتيتا والباذنجان. اكل لقمه ثانيه ما هاي شنو ولا فلفله؟ فتحها لقى بس بوتيتا وباذنجان. قال له عمو، قال له بعد عمك. قال له عمو شو ما مخلي لي ولا فلفله؟ قال له بعد عمك شو لك بيرميك مكفيك. طلع حزوره لا وحده اكو وحده كلش حلوه كلش. فزوجها شو اسمه بحاله يعني مو حلوه عذرا يعني يسلك هواي. ف سلك عليها امها توفت. امها توفت من توفت بقت عند اهلها اسبوع تعرف فاتحه. فهذا مات ابو السلات شلون متعلم على زوجته. انتهت السبعه راح له قال فدوى روح له كم شوي للبيت. قالت له لك مجموع متستحي امي ميته ومكسوره وين ماخذني؟ فدوى روح له بوحدي ميت مش اخواته. قالوا خطيه يابا ملابسه هاي قم باجي بروح وياه. اجى بالليل قال الله يخليك بوسه. قالت له انشب دبسس؟ قال بوسه عافيه. قالت له انشب انا ما ميت اريد بوسه؟ ثواب لمك بوسه. قالت له لا كسر الظهري باسه من ناتر اساس اللاج. ثاني يوم بوسه. قالت له انشب؟ قال له ثواب لمك بوسه. قالت له كسر الظهري باسه من ناتر اساس. لا تقول ولا اقول لك 20 يوم بوس. جت امه بالحلم. قالت يا يمه الموت اهل بصفي يفطر عليهم الثواب دجاج وسمك وانا سلاش رجل غرق متغرق. صدقني كمين ولد من نام موزه تفاحه الله ولا حد. لا موقف حقيقي بالمناسبه بالمرور جينا انا وحيدر تحياتنا لحيدر كل عام وهو بخير. تصوير عندنا عندنا تصوير مالك فد واحد فجينا فشو مخلي اغنيه خليجيه وانا اسوق ونرقص وقفنا بالاشاره مال ملعب الشعب. كان حيدر ايش قال لك؟ قول علي اجاك المرور وشافك والله عيب. انا ضليت شو اسوي؟ اسكت اسكت بعد ما اقدر اوقف ضليت هيك. اجى المرور قال شلونك استاذ كاظم؟ قلت له حبيبي يا هلا مرحبا. قال استاذ ممكن صوره؟ قلت له وين صوره؟ غير عندي تشنجات بظهره ما اشوف الرجفه. لا جزر عبود كلش مو زين. راح للدكتور دخل قال له تفضل حجي تفضل. قال له والله شو تفضل؟
صدري ملتهب قحد. قال له بلاعيم وزينه وعد حكه وحتى طلعت طقعه بجسمي. قال له حجي ممكن تنزع اكشف عليك؟ قال له انت ما تستحي؟ قال له شنو اكذب عليك انا شنو؟ انا مزيهر. جاء عبود زياره لقى التليفون مال مزيهر برا برا البيت. قال قاتل نفسه بوي اعطيني فلوس اشتري الموبايل الا غم اشتريت تليفون عايفه بالضرب بالباب طببه زيهر. قال يا عمويا. قال ايش مالك ذا تليفونك بالباب؟ قال لا ليش طببته؟ قال ليش؟ قال مو منتظر مكالمه خارجيه. قال لا هاي موقف حقيقي شويه طويل هو. من كنا طلاب معهد الفنون صار دوري مال اقسام المعهد يعني قسم الموسيقى قسم ده. فانا كنت كابتن مال فريق قسم الموسيقى. فكانت تليفونات ارضيه فطلعت من وقت انا وصديقي حسام اخذته رحنا نبات بفندق اشتار شيراتون تحياتنا لحسام تحياتنا لحسام وكل عام وهو بخير. اي عرفتي اثاري ورا ما طلعنا مبلغيهم على اللعبه مالتنا احنا وقسم الخط. جيت الصبح انا حسام طقيته بستره من مالاتنا وهذا جينا قسم مالنا يصاصي. قلت لهم شنو الموضوع؟ قالوا غير كابتن فريق غير اللعبه اليوم مالتكم. اه قالوا والله بقسم العفو بالزوراء عبرنا الشارع شنو هالحكي؟ هي تمشي. وذاك حسام شلون يحكي من ذول هيك هسه شلون حيرجونا شلون انت كابتن الفريق مالتنا وهيك. قلت له مالك علاقه مالك عباوعد لقيتهم هناك مهتمين وسمعت له صفارات. والله يا باسل استاذ سعد مشينا شوي اقل من دقيقه ونص ارق ارق صفارات. قلت له لا تخاف شوي على كيفك امشي ذولك مرنون. وصلنا لقينا اول صفاره سنتر اي وثاني صفارتين جولين علينا 2-0 اي طم طم رزلوني قالوا انت شنو انت وراء لابستها زين كل شيء ملابس جوا صيف. قلت لهم انا حتى ما اقدر انزل العب واحد خطيه اعرج ما ادري ليش ماخذينه وياهم. قالوا لا انزع تجهيزاتك وطير الكار ماخذينه يا رجلهم. استحيت انا عود قلت ذول الزوراء صار هي السفره بنات وغالي يقول هيك. فاستحيت قلت انزع قدامهم كل شيء ماكو هيك اباوع على الفريق طبيت بين شجرتين نزعت الستره نزعت البنطلون صار هنا سويت هيك ما اسمع لك الامنا دبس زي ما يقولون بنات قاعدات اباوع والقى لك سفره ياكلن دولمو يباوع علي من المهم رجعت نادما لبست الملابس هناك لبست نزلت سبحان الله 2-0 اول شو اسمه طب صرنا 2-1 اخوك جاب الثاني 2-2 انتهى الشوط الاول 3-2 لنا بدا الشوط الثاني جبنا جولين 5-3 البنات ظلن يحكين وهذا من نجي حركهم عودان ظلت افيك ايش قلت للمهند تحياتنا قلت له مهند بس واحد يحتك بيه روح اطير واقع انا كنت قلت اصلا اعرف اطير كذب اجى واحد يحتك بيه كلاوات واني 5 مترات وبلقاء طب على الزين اجوا يركضون مهند شو يقول ايه كل البنات يبغون عليه قال ايش بيك ضربت الولد قال عمي والله مو يمه اجى الحكم قال قوم لك كل شيء ما سوى لك قلت له مهند خوي اقلبني ابوي بيوم القلب علي من واقع الحديده اللي ترش مي واسبوعين طلع معكم مكسور اي والله اي اخوي هذاك معلم كل ما يفوتك ومطي كرم السامع يجي يم الشباك مال الصف ويظل يحتك شلون مرت عليك؟ انت لو ما يعني المعلم هيك بالشباك المعلم قال لهم يابا هذا عود عود يصنف المعلم شنو اخوه وياكم بالصف يوم يلقاه بالشباك قام له واحد من الطلاب قال له استاذ والله ما ادري بس بالمناسبه ترى هو ما يجي الا انت تجي تعال عتشو طاط طب يشرب يعني فذول اللي يشربون يصير عندهم فضول يحتوي بالركن اي ما يعرفوا حبيبي هيك ما يعرفوا طب يشرب فاثنين ميز يم اثنين قاعدين يشربون هو يشرب سمعهم يحكي فذاك ايش قال لي يسولف وياه قال عفوا ما شربت بالاخ منين؟ ذا قال لي بالمنصور قال حبيبي عاد شو يسمع شربوا ورا ربع ساعه ايش قال لي عفوا بالمنصور وين؟ قال له فوق تسجيلات الرواد حار شنو الصدفة فوق تسجيلات الرواد يسمع شربوا قال عفوا ما قلت لي وين فوق تسجيلات الرواد
قال له العمارة رقم 12. آه أنا من العمارة رقم 12. شربوا هذا اسمه. قال عفوا ما قلت لي عمارة رقم 12 وين؟ قال له الشقة رقم 3. آه أنا من الشقة رقم 3. عاد شو داخ صاحب المتر قال له شو الموضوع؟ قال له عفوا ما هذا هو ابن يومية يشربون. هاي تدري عجوز وميت رجلها عبه ما يحبوش، فكل عيد يروحون من عرفات. اي راحت هي وعما شو اسمه اخوات المرحوم ومزيهر، قالت لهم انتم ظلوا هنا بالليل بعرفات وانا رايح للمرحوم. قالوا له باكر نغبش عليه من الصبح ما قلب ما يطيني. راحت يمه بالليل قاعده يمه بيت يمه يا يمتين اخطيه يمه مرينا وذين نعت كمل. قالت لعبيد الليلة عرفات اني انا طلع لك هسه وطلعت لك وشميتك تشوفني شلون انه براد بيت تحتوي القبر. عبيد شوفني انه بهذا الثوب فصلت ب 30. عبيد شوف هاي العطر تعباه ب 5000. تطلع عبيد خلنا شمك. عبيد ما ميت. راحت الصبح غبشوا هي وخوات المرحوم اللي ما نشلون بالدنينا منني. نعت كملت شلبت العباية وين بالقبر. قال لها هسه شلبت اللي كله توسل ما طلع. لا هذا حجو حجو لاحق بنية بس جميلة كلش يعني. اجت البنية بالشتاء صعدت على الميزان طلع 85. هو يباع ورا هيك شمرتي طبعا الف قطعة معدنية. اي لا الف لا الف راس جديد هاي الجديد. ايه قالت حيل هواية سمنانة دا انزع بس الفروة. نزعتها شمرة الف وزنت طلع 83.5. عدش باوع قال بعدكم سمنانة؟ قالت اوي هواية سمنانة انزع القندرة. نزعت شمرة الف طلع 81. حيل هواية سمنانة. نزعت البلوز هو يباوع عدشو شمرة الف صار 79. حيل هواي سمنانة دورت ما لقيت. قال حبيبتي نزع عد خردة. لا أنا عبود وعبه قاعد يمشون فأثناء ما قاعد يمشون شلون عفيتك يمشون الصبح. لا والله مو الصبح العصر. الله لا تجذبني. يلا لا العصر قاعد يمشون ليش ما واحد ايش قال؟ قال اه صاروخ. قال عبا البطحه. قالت له بعد وقت الدنيا غروب. هاي ام الايام الاسد والنمر والفيل والمطي مكرم السامع قاعد يتمشون. المطي هاي زين فاته وقاعد يتمشون المطي يسولف لهم. ذاك اليوم ويسولف خطيه يتلوك يتلوك للاسد. طب طاحوا بنقره كبيره رادوا يطلعون رادوا ماكو. اجى يا هوج القرد الاسد قال له خابح لا القرد شمر لنا حبل خلنا نطلع الليل جانا. قال له ما اقدر نيل اجيب الحبل. قال له يا بل الليل جانا وانا ملك الغابه والغابه ظلها يا اي. قال له ما اقدر. قال له عمك تنا جوع. قال له اكله واغبى واحد بيكم المطرح يم الاسد يريح شويه الاسد اشك حرقي. اكو دوله مغرضه دزت قالوا اريد نسوي لنا جاسوس بالعراق. مغرضه دزوا علي من اختاروا هيك بالصدفه قالوا نقال اي شاب ناخذه اخذوه من اخذوه مزيهر فهمه انا خذوه سنتين يدرسون بيه يجهزوا علموه لغه علموه ما شنو. انت تدري تكتب لك؟ قالوا اول ما تروح شكو تقارير شكو شغلات تحركات تكتبهن زين اذا جيتون شلون نعرفكم؟ قال له انت اعطينا عنوانك من يجيك واحد يقول لك امك شلونها ماتت لو بعدها ميته. قال له يعني منكم؟ قال له من عندنا. طال عنوان راح ورا سنتين يدز تقارير انقطع. قال له يابا خلينا نودي واحد على مزيهر نشوفه عدل كظوه. راحوا على العنوان اجى هذا لقى زلمه بالباب. قال له العفو عنوان هيك؟ قال له اي هاي العماره. قال له مزيهر عبود زياره موجود؟ قال له عندنا أربعة بهاي العمارة سنهم مزيهر عبود زيارة. قال له أربعة؟ قال له إيه. قال له زين هو مزين شواربه؟ قال له أربعتهم زينين شواربهم. قال له يخن؟ قال له أربعتهم يخنون. قال له بعد عمك تطب أنت دق ابدأ من الدور الأول دق شو اسمه الباب اللي يطلع لك صاحبك قول. دق الباب طلع له واحد مو هو. قال له أمك ميتة لو بعدها ميتة؟ قال له لا أخوي أنت جاي على مزيهر الجاسوس فوق.
يعني يوم من الايام عدشو قاعد بالقهوه يوم يا قاعد ففاتت جنازه فواحد قال الله وياك امينو قال له عبد الله قال الله يرحمه ثاني يوم قاعد هم فاتت جنازه هذا قال الله وياك عدشو قال امينو قال له عبد الله الله يرحمه ثالث يوم هم فات جنازه قال الله وياك امينو قال عبد الله قال ايش قلت فقر ثلاث مرات يموت هذا عبود وشلوف فاتوا الفيلم يعني بالسينما فيلم مال عصابات والله ايه من نحكي على صلاح مولك فاتوا اي تراه فاتوا ثاني يوم قال له ما تروح نشوف الفيلم نفسه راحوا نفس الفيلم قال له شوف شلوب اتراه انا وياك البارحه هذا الزلمه وقع البطال هو وحصانه بالنقره تتراهن اليوم ما يوقع شلوب قال له شنو ما يوقع غير الفيلم ويوقع قال له ستة الفلوس وجاياتك لحالك تتراهن قال له من ايش قال له من ورقه قال له بيت قال له هاك اجى المشهد هذا طرق طرب ووقع راح الكل ضايج عبه قالت له شو مالك شو من جيت من السينما واللي هسه ضايج قال له ترى انا شويه شلوب على اللي وقع البطل وقع قالت انت مو البارحه شفته قال كان ايش ما ادري ان البطل ازمان مو البارحه وقع بها من اليوم يوقع كان هي يوقع لا هذا بس هذا مناسبه المايه هذا شو اسمه اجوا عندهم هاي السيارات رايحين المحافظات فبالطريق تعرف الطرق الخارجيه بها مطاعم اي فنزل العبود كلش مضايق راح للحمام وينه طاب لك البيبان كلها مسدوده يعني دقت جوا ضل برا هيك يسوي ايه طبقة سيارة على المطعم بها عائلة نزل واحد مايا قال وين مولي ما مغبطة رجال كبير ويتحرش ايه طب طلع قال انا مو صاحب علي قلت لك مغبطة قال له لقيت مكان بس الاصوات الجوا ما عجبتني قال له شو تريد تسمع ناس عجرب اللي بعد الاصوات ما عجبتني ايه لا أنا يوم من الايام عبود زيارة ما اخذ له وحده بنيه شابه تقتل هو رجال شايب موت حلوه مو بشكل مو طبيعي فطب غفله البيت لقى اثنين وياها قال يا واد قال له العفو حجي الكاميرا الخفيه قال له شلون؟ قال له انبث له لا قال له بس خلي الوادم تتونس ما ادري ما تفتهموها ما ادري ما تفتهموها شنو مطايق لا لا اسمع واحد قاعد بفاتحه فقاعد يحكي ويا ولد اخو الميته مال المره هي قالت شنو هي المرحومه شلون ماتت؟ قال له والله بعد شو تسوي هي عمرها 135 قال له يوم؟ قال له لا سنه قال له ها 135 سنه قال له بس والله تفرهدت من عندنا قال له شلون؟ قال له صارت عندها اولاده وهي بكر وماتت. 135 كان 10000 دولار هذا مو عمر. شايف؟ اكون انت مطلوبه من الاخوان حسين اللامي وعلي اللامي تحياتنا لهم. يوم من الايام ام زهر صار عندها تسمم. من اخوك؟ اي تسمم تقيؤ وسال يا يما راح للدكتور. الدكتور فحص قال له بابا ايش ماكن تهين زيتون قال له ادري ابويا زيتون مخلي لك بيه خله وان زيتون فريش قال له ابويا شلون فريش وصار عندك تسمم قال له انت تقدم لك قال لك تهين زيتون فريش قال له منين ماخذه قال له سيدي من الطلق وبابا الحلق بعرور ما هذا النوبة القائد يضحك ذولا هذا مزير يوميا يروح للمدرسة متأخر يحكي يا المعلم بابا أنت مو تدري دوام الساعة 8 أدري ليش متأخر؟ أبوي يضرب أخوي ما راضي يا بتشات ايش عليك بأخوك؟ أبوي يضرب أخوي مرة مرتين ثلاثة مل قال له أنت مش للمدير وأنا على أبوك يا أخوك قال له ايش بيه هذا؟ قال له يوميا يتأخر ثلاث أرباع الساعة احكي وياه قال له بابا ليش تأخر؟ قال له أبوي يضرب أخوي قال له انت شو لك علاقه؟ قال له غير يضربه بقنجرتي تاج حافي هذا شو اسمه عبود راح للصين اول مره يروح للصين بعيده راح للصين وش اسمه
بقى شهر اجى من الصين، تعرف احبابه واصدقائه يجونه الحمد لله على السلامه الله يسلمك. قالوا شفت؟ قالوا هاي الوادم احنا محتقرينهم ونقول لهم وجوه عتاوي خاب غير كله. انا سكنت الطياره تفوت جواي، العماره والاكل والنظافه. قالوا وين شنو تاكل؟ قالوا شنو تسوى بين تكان وتكان مطعم واكل. فواحد تاجر كل مره يروح الصين قال له يا ابا غير شلون تاكل اكلهم؟ قالوا كله اكل الله شنو شبي بعد؟ قال له يا ابا شلون اكل الله؟ غير ياكلون كلاب. قال انا غلبت، انا غلام ابوي. قال له قال له انا اقول من نجيت واللي هسه من ابو لف وحتك رجل. لا انا مزير صفن طالع تقرير على اينشتاين ونيوتن ما اعرف العلماء هاي. قال مودينا دور صدق قديم والله داخلنا مات وياهم الا قاعدهم عنا بطانا. قالوا لي يا ابو ذول العلماء مكتشفين؟ قال احنا ما اكتشف اكتتاب اخلي نيوتن يبيع دقايق انا مودينا. عدم مطي جاب المطي قاعد من غبشه. قال ديه ركب المطي. قال اوكي كتب. جاب الطبر عن با قص رجله. قال ديه ركض خطي المطري كتب عنقم طمع قطع رجله ديه بل يركض يجي المطري كتب كنا نحكي على المطري تسمع لزم الطبر الرجل الثالثه قاعد على طاوله بل ينقز المطري كتب سبرنجي اسمع كتب بقت عنده رجل قام فلين قطعها. قال له ديه مطي قاعد ديه ماكو كتب اكتتابي بعد قطع الارجل مال المطي يصير اطرش. ولا تيادرش قاعد تعرف حبون زيارة خطية مرة فوصل للموت وعبوة تنعي امه يا يوم. قال له عبوة انا خاف اموت برين الذمه. قالت لما بري قال اخي انت ترى نوفتين ويا سلهم ويا عدامه. شنو عدامه؟ سلهم وعدامه. قالت له ما طول الماتن طب المرض انت المهم انت تعيش. قال ايش اعيش انا ما اكل تبن المهم طاب. سبحان الله رجع تمرضت هي. قالت له بيت وهي نايمه برين الذمة أنا خانتك ترى خاينتك. قال عادي طيب الشباب بس كونك عدنا يا أبويا. قالت لا أنا خاينتك. قالت كم نوبة؟ قالت كنت كل ما أخونك أخلي لي حباية ما فاصولية. قال زين وين هسه الفاصولية؟ قالت تلقاها فوق الكنتور مديدة لي. قالت لي قال لها قلت عبوه هاي كلها خيانة. قالت لا ما لا تكذبني وباخذ من العرس مزيهر. على الحلال والحرام على الحلال والحرام ما بخبرني بيمشي لازم خلي الملعب الشعب